اهلا بكم في عدد جديد من حصة بلدة جنان على قناة النهار. أنا رجعنا لكم اليوم ثلاثة أطباق جديدة إن شاء الله راح تعجبكم، واللي هي سلطة دو أريكو فير، بواسون باني على الإيطاليان، وطارت شوكولا على الأورانج. نبدأ في طريق التحضير. عندنا لا سلطة على الأريكو فير متكونة طوماطيش مقطعة هكذا أون لانيير، عندنا الثوم، عندنا فلفل أحمر مقطع صغير، وعندنا لوبيا خضراء مغلية، وعندنا شوية تاع الثوم. نبداو نحطو اللوبيا تاعنا في الصحن تاعنا في البول تاعنا باش نخلطوها. نحطو لها الثوم، نحطو لها الفلفل، نحطو لها شوية ملح، نحطو لها طوماطيش اللي مقطعة هكذا أولانيير بالطول. هنا نخلطو كلش، نحطو لها شوية فينيغرات تاعنا سيدنا، خلطوها مليح، زيدوا لها شويه تاع الثوم، هونيك خلطوها بيان، ونجيبوا لاسيت تاعنا ونديروها في لاسيت تاعنا. هذيك السلطه تاعنا هي واجده، دوك نجيبوا الصحن باش نعمروها. هذيك السلطة الأورينتال تاعنا هي واجدة، حطو لها شوية تاع الفانوي للتزيين، هذيك السلطة تاعنا هي حاضرة، ونتمنى لكم إن شاء الله شهية طيبة، ونرجع لكم بعد الفاصل. أنا رجعنا لكم بعد الفصل باش نقدم لكم الطبق الرئيسي اللي كما قلت لكم قبل، هو حوت اليتانيان ميرلا اليتانيان. هذا البلا يحتاج عندنا طبيعة الحال المؤسس الرئيسي هو الميرلا، عندنا ميرلا هنايا، عندنا لا شابلور، عندنا معدنوس، عندنا ثوم، فلفل كحل، وملح، وفارينة. نبدا في التحضير. نجيبوا لا شابلور تاعنا، نخلطوا لها المعدنوس، هذه باش نحشيو الحوتة تاعنا، نزيدوا لها الثوم، نزيدوا لها شوية ملح، ونخلطوها بالزيت. هذيك نحطوها بجه، نجيبو صح، نحطو الحوت تاعنا، ديروا له شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل كحل، وحطوا له خليط تاع السمك اللي هو ماركة فواح. هنا نديروا لافرص تاعنا، فوالا دوك نحطوه في الفارينة،
نديروه كيما الحوت عادي، نقليوه كيما الحوت عادي، نديروه في فرينات فوالا. ودوك نديروه في المقلا يطيب. راح يتقلى من كل الجهات. هنا يتحمر مليح نحيوه. هاوليك الحوت تاعنا وطاب، نحيوه ونحطوه فوق البابي ابسوربون. ونجيبو الصحن تاعنا ونحطوه في الصحن تاعنا. نديرولو شوية تاع الزفنويل د الزينة. هكا وقطعة تاع القارص. هاو الطبق تاعنا تاع اليوم ها واجد. نرجع لكم بعد الفاصل باش نقدم لكم الديسير تاعنا اللي هي طرت شوكولا الورانج. رانا رجعنا لكم بعد الفاصل باش نقدم لكم كما قلت لكم الديسير تاعنا اللي هو اليوم طرت شوكولا الورانج. طرت شوكولا الورانج باش تكون عندنا دو فون دو طرت اون بات سكري كيما كنت وريت لكم من قبل لا بات سكري كيفاش ديروها ولي فون كيفاش ديروهم. عندنا معجون تاع تشينا، عندنا لا كاناش اللي متكونه لا كريم فريش وشوكولا، عندنا طرف تاع معجون تاع تشينا خشن، وعندنا لاموس شوكولا للتزيين. بون لاموس شوكولا كيفاش باش متكونه؟ عندنا 200 غرام تاع كريم فريش طالعه شونتيي، نزيدوا لها نغليوها ونزيدوا لها 100 غرام تاع شيكولا. ولا كاناش كيف كيف، نغلو 100 غرام تاع لا كريم فريش ونزيدوا لها 200 غرام تاع الشيكولا. بون دوك نحكموا لي فون دو طارت تاعنا، نعمروهم بالمعجون تاع تشينا، نديروا لهم شويه تاع المعجون تاع تشينا في الفون هكذا ما نكثروش. هاوليك ونزيدوهم من الفوق شويه تاع لاكاناش، نغلفو هذيك التشينا نغلفوها بلاكاناش هذيك. نحطوهم شويه باش يتسقم هذيك لاكاناش. ونحطوهم في الثلاجة مدة 10 دقائق باش هذيك لاكاناش تاعنا تجمد. هادو دوك نبداو نديكوريو لي طارت تاوعنا. ها نزيدو نحطو لهم دي بتيت ديكوراسيون شوكولا. نزيدو نحطو لهم زوج طراف تاع المعجون تاع تشينا، وكل واحد يقدر يزين كيما يحب. ها
الطرف تاعناهم حاضرين، حطوهم في الصحن. هامنيك الطرف الشوكولاته تاعناهم واجدين وبصحتكم، ونرجعوا لكم ان شاء الله بعد الفاصل باش نقدم لكم الاطباق اللي خدمناها النهار اليوم. رانا رجعنا لكم بعد الفاصل باش نقدموا لكم الاطباق اللي خدمناها نهار اليوم، اللي هي عباره على سلطه تاع لي زاريكو فير لوبيا طريه بالطون والطوماطيش، بواسون ميرلون باني على الايطاليان، وطارتولات شوكولا الاورانج. نتمنى لكم شهيه طيبه، صحه فطوركم، ونرجع لكم غدوه ان شاء الله في حلقه جديده، والى اللقاء.